الموسم الثالث عبقرية العائلات ومباراة جميلة جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. عائلة حمودة منيا القمح الشرقية 130، عائلة ناجح العجمي اسكندرية 85. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل عيلة، وأول سؤال عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. هنشوف عبد الرحمن ناجح والسؤال الأول موضوعه إيه. لفة كاملة عبد الرحمن، جوكر. جوكر، برافو عليك. جوكر جميل جدا. تحب وتتسألوا في إيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين نقطة. دوس على البازر. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 987 ناقص 456 زائد 123 يساوي كام؟ خمس ثواني. أستاذ أحمد إجابتك؟ 654. 654 ب 30 نقطة، إجابة صحيحة. 654 هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة اتغيرت. عيلة ناجح 115، 130 عيلة حمودة. محمود، تفضل يا محمود. عيلة ناجح رجعت تاني في المباراة. هنشوف. لفة كاملة يا محمود. فنون، سؤال في الفنون. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. فنون، والسؤال هو من هو الفنان المصري الذي قام بدور أحمد في فيلم الزواج على الطريقة الحديثة؟ حسن يوسف. مفكرتيش ولا ثانية. عارفة الفيلم ده؟ آه طبعا. كان معاه مين في البطولة؟ سعاد حسني وثلاثي أضواء المسرح ومحمد رضا وحسن مصطفى. بس هو اللي عمل دور احمد. اه هي دي مشكله. بس هو اللي عمل دور احمد. أكيد. حسن يوسف. اكيد. اجابه صحيحه. فعلا حسن يوسف هي الاجابه الصحيحه، وبكده النتيجه 150 عيله حموده منيا القمح الشرقيه، عيله ناجح العجم اسكندريه 115. زياد، اتفضل يا زياد. هنشوف زياد والسؤال اللي جاي موضوعه ايه. جوكر تاني. قدرات ذهنية. عيلة ناجح من حقكم تختاروا موضوع السؤال، ولكن مش هيبقى قدرات ذهنية. تحبوا تتسألوا في ايه؟ فنون. فنون، سؤال بعشرين نقطة، لان انتوا خدتوا جوكر بتلاتين نقطة السؤال الاولاني. تمام. لو الاجابة غلط المباراة اتحسمت، وعيلة حمودة اتأهلتوا مربع الذهبي. لو الإجابة صح لسه الأمل موجود. هنشوف. فنون، والسؤال هو من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور أم رتيبة في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم؟ من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور أم رتيبة في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم؟ بص يا مدام أميرة، الإجابة موجودة في عيلة حمودة. بصي أهو موجودة. لو إجابتك صح فنياً الصراحة مية مية. ربنا يستر. إجابتك عائلة راتب. عائلة راتب، موافقين؟ لا مش موافقين. كمان غلط طلعت. مش موافقين. عائلة راتب للأسف الشديد إجابة خاطئة. مين بقى؟ أحمد إجابتك؟ ماري منيب. ماري منيب. ماري منيب. صح. ماري منيب يا أحمد طبعاً إجابة صحيحة. ماري منيب هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة اتحسمت. عيلة حمودة 170، ألف مبروك تأهلتوا للمربع الذهبي. عيلة ناجح هارد لك. الحمد لله. وصلتوا لدور الثمانية، عملتوا موسم جميل جداً،
اتشرفنا بوجودكم معانا. ربنا يخليك. عيلة جميلة جدا وانضميتوا لعيلة العباقرة. شكرا. كلنا نحيي عيلة ناجح. السؤال الأخير أحمد، تفضل يا أحمد. السؤال الأخير الرابع والأخير، وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة. علم، سؤال في العلم، سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. علم، والسؤال هو تاريخ، ما هي المعاهدة التي أنهت الحرب اليمنية السعودية عام 1934؟ المعاهدة دي توقعت في مايو 1934 وأنهت الحرب اليمنية السعودية. الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين. دكتورة سمر، إجابتك؟ معاهدة لندن. معاهدة لندن اليمن والسعودية. هتبقى معاهدة لندن ازاي؟ محمود دي إجابة إيه؟ مضحكة. برافو عليك يا محمود، إجابة مضحكة. يا دكتورة سمر، ينفع كده؟ في إجابة ولا فيش إجابة؟ نقول حاجة لما تبقى موجودة يعني. معاهدة جدة. معاهدة جدة طبعاً إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة معاهدة الطائف. الطائف. هارد لك لعيلة ناجح، لعبتوا موسم جميل جدا معانا، انبسطنا بوجودكم معانا. احنا اكتر تعبناكم وجبناكم العجمي رايح جاي على القاهرة. الحمد لله. ولكن تشرفنا بمعرفتكم. اكيد انتوا استمتعتوا بالتجربة واحنا انبسطنا بوجودكم معانا. الناس الجميلة دي الف احنا اسعد ان احنا بنكم. دكتورة سمر، ربنا يبارك لهم ويوفقهم. نحيي كلنا عيلة ناجح. عيلة حمودة، ألف مبروك. الله يبارك. اتأهلت المربع الذهبي. الله يبارك. هشوفك تاني بإذن الله في المربع الذهبي إن شاء الله. صح؟ إن شاء الله. مستعدين. مستعدين؟ إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيلة حمودة. أفضل لاعب في ماتش النهاردة، مش هترجعوا العجمي فاضيين. طب تمام. معاكم أفضل لاعب في ماتش النهاردة. الحمد لله. مدام أميرة بـ75 نقطة، برافو عليكي. لا النهارده انت تألقت. ربنا يخليك. حقيقه يعني. ربنا يخليك. يعني ماتش النهارده ده ماتشك. ربنا يخليك. ولازم ترجعوا تعزموه على حاجه حلوه. حقيقه. عملت مباراه حلوه النهارده. ربنا يخليك. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصلت عليها عائله مصر في حلقه النهارده 285 نقطه، وكل نقطه ب 2000 جنيه بما يساوي 570,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 7,075,000 جنيه من البنك الاهلي لتدريب وتاهيل ودعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في مختلف محافظات مصر. هارد لك لعيله ناجح، والف مبروك لعيله حموده، والى اللقاء وحلقه جديده مع العباقره.